حوار بيني وبين نفسي ليش لحكي ذاتي لكون قرين للشخصي لكون قائد ثاني لذات الروح اتنين متخصمين من زمان كل واحد فكرته عن التاني امتحان مع كل رشفي بيصحوا كل رشفي عم يضربوا مع كل مسج نسرية تلعب ما يتفاقموا نزل مرسوم عفو بس عمين بالضبط كل حدا ساكن بكوكب مو نفس الشخص بالضبط كل واحد يعمي التاني خود باك ونطفي التاني لسه صحي رد البعصة ويختفي صوفي لعند الله التاني الله وفي زي نفس السردي عم يضاربوا عنوان ميديا النفس الحالة بين سالب وموجب النفس الشخص بين أنثى ويتذكر مو بيغتاد الرسام والراقص اني عامل وكاتب اني ايد عم تكتب التراك للممنوع هو راغ انا بقمة الضياع بس تساتني بالخم المتحكمين بالرقاب هن رقباء عرفتني انا فاصل مش طبيعي عندي الاصبع الايداش خيالي ميت بالكفل لساني حامل الناش انا بقمة الضياع بس تساتني بالخم المتحكمين بالرقاب هن رقباء عرفتني انا فاصل مش طبيعي عندي الاصبع الايداش ليك خيالي فلساني حامل ليك انت مع مين مع شخصي ولا معها ربيان بين وحوش مش ربيان بمجتمعها فرصاص عم بتفوش بالمية عم تغرق التفاصيل مش طبيعي بلا واعي عم تتعمق كل شي عم يدور وانت منك خمس كل بعض عم تفوت حتى توصل للشن ممسوس بشموس مشموس بكلمة الاشتباك هو كافر بعيد عنا السلام بينا بين شوارع مربينا بين كتب كتبونا كل اللغات ما علمونا كيف نكتب علمونا كيف نشطم صرخونا حتى نسكت ضيعوك لتتوحدوا بغرفة مايك تنتب سجدونا على القبلة طيب الله هو فوق قالوا بدك تركع بجامع مجامع صوت حفظوني دون ما افهم حتى السما السابعة فوت كرهوني اني عرفت الطريق والدليل لكون انا بقمة الضياع بس تساتني بالخم المتحكمين بالرقاب هني رقباء عرفتني انا فاصل مش طبيعي عندي الاصبع الايداش تخيلني ميت بالكفل لساني حامل الناس انا بقمة الضياع بس تساتني بالخم المتحكمين بالرقاب هني رقباء عرفتني انا فاصل مش طبيعي عندي الاصبع الايداش تخيلني ميت بالكفل لساني حامل الناس بيتي هو دماغي افكاري هي سلاح بيسلك عم نادي عم اكفر المباح عالشاشات عم يساوم للاول يكون مستحيل اني امن بغير نفسي لكون ارضي هي طاولة حدودي هي السما كل وجوه غريب عيون وسع المدى هلال اسود تحت شفون كله دوم مدون كله بكوما كابيلا عم تحكي عن سنون افكار على الارض راكدي احلام بالدنيا زاهدي امام مثل لعبة طفل خمس سنين سائلي لساتها بنفس الزاوية عم تدرخ كل مشهد مفكر لما نخلص من الضعيف لنستعبد كشخص وازن بس ايدك عم ترجف مين هو البديل بالمقدمة لنترك مين فوق المستوى مين قادر يلعب الدور كون كل واحد مننا ويصدر نفس الصوت بيحكي بأي لغة يا شخصية ليتقنا يا غنية بيكتبها هو الوحيد اللي بيفهمها مش مهم يكون الأول ولا حتى يكون الأصل هو نبذ من كتاب هو يحرف من كل فصل أيوة هو نبذ من كتاب هو يحرف من كل فصل الاشتباك Megabase.